بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد هنشوف فيها آخر المستجدات وآخر الأخبار المتعلقة ببعثة فريق النادي الأهلي اللي هتشارك في كأس العالم للأندية. خلاص العد التنازلي، المباراة بإذن الله بعد أقل من 48 ساعة. الاستعدادات متواصلة وفي تفاصيل وأخبار وكواليس عديدة النهاردة في حلقة الترند. لكن سريعا أبدأ بسؤال حلقة النهاردة اللي بالتأكيد بنسأل فيه كل السادة المشاهدين والمتابعين عشان يشاركونا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. طبعا السؤال، إيه المباراة اللي مش ممكن تنساها للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ الأهلي لعب في 5 مشاركات قبل كده في هذه البطولة الكبيرة، في مباريات كانت فيها أحداث متميزة وأهداف عالية جدا، لكن بالتالي كل واحد اتفرج على هذه المباريات، إيه المباراة اللي مش قادر ينساها ولسه لغاية اللحظة دي فاكرها وفاكر أحداثها؟ شاركونا، وفي الفقرة الأخيرة إن شاء الله هنستعرض كل الآراء والمشاركات في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن ندخل في حلقة النهاردة وعناوين حلقة الترند. في ترند الأهلي، هاني والشحات جاهزان لمباراة الدحيل، يا رب. كمان في ترند الأهلي، ملحمة جماهير الأهلي للحصول على تذاكر المباراة، معنا لقطات حصرية من الدوحة. وأخيرا 5 تغييرات في مباريات مونديال الأندية، في تفاصيل أكتر أشرحها في هذا الشأن. استعراض مباريات اليوم النهارده، بالتاكيد في مباريات في الدوري المصري والدوري الانجليزي وكاس ايطاليا. الدوري المصري في مباراتين انتهى، طبعا هذه يعني المباراتين انتهوا منذ لحظات قليله. اسوان كان بيلعب مع سيراميكا كليوباترا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. الجونه كان بيلعب مع الانتاج الحربي في ملعب خالد بشاره في الجونه وخسر هذه المباراه على ارضه امام الانتاج الحربي ب 3-2. غزل المحله والزمالك، هذه المباراه بتقام في هذه اللحظات وما زال طبعا التعادل السلبي بين كلا الفريقين. وفي ختام مباريات اليوم في الدوري المصري، المصري هيلعب مع البنك الاهلي الساعه 7:30. طيب مباريات اليوم في الدوري الانجليزي، في 4 مباريات. شيفيلد يونايتد بيلعب مع ويست بروميتش النهارده الساعه 8، وفي نفس التوقيت ولفرهامبتون هيلعب مع ارسنال. الساعه 10:15 مانشستر يونايتد هيلعب مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل يونايتد هيلعب مع كريستال بالاس. في كأس إيطاليا مباراة اليوم، لكن مباراة قوية ومثيرة جدا لا تقل عن قوة مباراة الإنتر والميلان اللي أقيمت الأسبوع الماضي. النهاردة الساعة 10:15 إنتر ميلان في مواجهة قوية جدا مع يوفنتوس في مباريات كأس إيطاليا. بالتأكيد في ختام اليوم مباراة هتكون قوية جدا والكل هيتابعها ويشاهدها. لكن حالة النهاردة فيها تفاصيل وفيها موضوعات، لذلك أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره بالتاكيد مهمه جدا لان محتاجين نعرف اخبار الفريق واخر الاستعدادات لمباراه الدحيل. وبنتكلم النهارده الثلاث، يعني خلاص 48 ساعه لهذه المباراه وانطلاقه مباريات كاس العالم للانديه. والنهارده بالتاكيد اكتر يوم فيه تفاصيل متعلقه بالاستعدادات لمباراه الدحيل، تفاصيل فنيه، التجهيز، التحضير، في امور كثيره جدا. لذلك اذهب مباشره الى مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي مع امير هشام موفد قناه النادي الاهلي عشان نعرف منه اخر التطورات والجديد من داخل مقر البعثه والكواليس الحصريه. مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بيك. طيب النهاردة اليوم بالتأكيد حافل في تدريبات مهمة جدا. النهاردة بنتكلم في التدريب الأساسي والرئيسي قبل مباراة يوم الخميس. بالزبط. الجديد عندك والتفاصيل اللي ممكن شفتها منذ الصباح الباكر حتى هذه اللحظات قبل التوجه إلى ملعب المران. طيب خليني اقول لك يا محمد ان الامور ماشيه بشكل جيد ومميز جدا بالنسبه للفريق ككل، جهاز فني ولاعبين، الكل بيستعد بشكل قوي ومميز للمباراه المقبله والاولى في كاس العالم للانديه باذن الله بعد بكره المباراه. خلاص 48 ساعه العد التنازلي ابتدى لانطلاق اول لقاء للنادي الاهلي امام الدحيل، فبالتالي الكل في اعلى معدلات التركيز
سواء جهاز فني او لاعبين، الكل خلاص دخل اجواء المباراه بشكل كامل. ده من خلال كمان بعض يعني الجلسات اللي بتبقى ما بين اللاعبين والجهاز الفني والحديث عن المباراه وكيفيه مواجهه فريق الدحيل وكيفيه التغلب عليه باذن الله تعالى. لكن خليني اقول لك يا محمد ان الكل مدرك قدرات فريق الدحيل. الدحيل في الحقيقه فريق قوي، وخلاص يعني اصبح البعثه تقريبا بالكامل بقت ملمه بامكانيات هذا الفريق، يعني مش بس جهاز فني ولاعبين، يعني خليني اقول لك الكل تقريبا كلنا بقينا مذاكرين فريق الدحيل وعارفين ايه يعني نقاط القوه نقاط الضعف اللي عنده، بالتحديد الجهاز الفني واللاعبين هم ادرى كمان مننا بكل تاكيد بخصوص هذه الجوانب الفنيه، وعارفين ازاي يتعاملوا معاها باذن الله. التوفيق باذن الله كمان يكون حليف النادي الاهلي في هذه المباراه. خليني اقول لك كمان يا محمد ان بعد ساعه تحديدا من دلوقتي هتكون في محاضره من مستر بيتسو موسيماني للاعبين، وقبل التحرك مباشره لملعب التدريبات الخاص بالنادي الاهلي، والنهارده هيكون اخر مران للنادي الاهلي على هذا الملعب قبل مران الغد اللي هيكون على الاستاد اللي هيستضيف مباراه بعد غد باذن الله ما بين الاهلي والدحيل. برضو خليني اقول لك بعض الاخبار الجديده والمهمه واللي بتتعلق بالاجتماع الفني الخاص بالمباراه. بكره هيكون في اجتماع فني زي ما احنا عارفين بيبقى قبل المباراه ب 24 ساعه. لحد دلوقتي ما فيش اي حاجه وصلت لمسؤولي النادي الاهلي معانا هنا في البعثه بخصوص موعد الاجتماع، لكن هو مؤكد هيكون بكره، ومؤكد كمان هيكون من خلال فيديو كونفرنس، ده طبقا للاجراءات الاحترازيه والطبيه المتبعه هنا قبل المونديال. خلينا اقول لك ان الاقرب ان الاهلي هيرتدي الزي الرمادي في اسود، ده اللي هيكون اقرب بنسبه كبيره لان الدحيل بيلعب على ارضه، فبالتالي الزي الاساسي بالنسبه له هو الزي الاحمر، لكن برضه هنشوف بكره الاجتماع الفني هيصفر عن ايه. خليني اقول لك كمان برضه يا محمد ان بكره المسحه الرئيسيه واللي هتكون تحت اشراف الاتحاد الدولي لكره القدم هتكون في تمام الساعه 9 صباحا بتوقيت المونديال، والنتائج هتطلع على اخر اليوم باذن الله تعالى، تكون الامور كلها ايجابيه وجيده، ايجابيه طبعا من حيث الحاله تكون جيده يعني، لكن ان شاء الله كل العينات تبقى سلبيه عشان الكل يبقى متاح. الكل يبقى متاح باذن الله تعالى في مباراه الدحيل يوم الخميس. فان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي كجهاز فني وكلاعبين. البرنامج اليومي بالنسبه للنادي الاهلي ماشي كما هو في الاطار الطبيعي بتاعه، والكل خلاص زي ما قلت لك يعني مركز خلاص كل التركيز في مباراه الدحيل يا محمد. طيب عايز اعرف منك يا امير، انا عارف بيتسو موسيماني ما بيعملش حاجه على مدار اليوم غير ان هو يذاكر الفرق المنافسه وبيعمل تحليل وسكاوتنج والكلام ده كله، هل بالفعل يمكن في كلام كان اتقال ان هو حتى بخلاف المحاضره الرئيسيه بيدي فيديوهات للعيبه على الاجهزه المحمول الخاصه بيها او اللابتوب تتفرج هي حتى تشوف تحركات اللاعب المنافس، تحركات الفرقه، حتى في حراسه المرمى مين اللي بيسدد، في تفاصيل كده معينه بيتسو بيحب يعيش اللعيبه اللي هتلعب معاه المباراه اجواء المباراه قبلها بيومين ثلاثه؟ فعلا يا محمد زي انت بتقول الكلام ده كمان ابتدى من قبل ما نوصل هنا للمونديال، يعني الكلام ده كان من خلال ان الجهاز الفني ومحللي الاداء كمان تحديدا بيبعتوا لقطات كتير جدا ومباريات لفريق الدحيل على الاجهزه الخاصه باللاعبين من خلال الايميل الخاص بكل لاعب، واللاعبين حتى اتفرجوا على كم كبير جدا من اللقطات لهذا الفريق سواء على متن الطائره اللي وصل على متنها النادي الاهلي واللي وصلوا من خلالها لقطر، كانوا بيتابعوا كل التدريبات اللي بتتعلق بفريق الدحيل او كل المباريات يعني تحديدا، وكمان الامر ده مستمر هنا، يعني الكل بيتابع، الكل بيشوف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف السلبيات والايجابيات، ازاي نتعامل مع الدحيل الامور تبقى ماشيه زي السيناريو الخاص بالمباراه. فده فعلا بيحصل من خلال مستر بيتسو موسيماني، اكتر واحد طبعا مهتم بالامر ده. اللاعبين طبعا اكيد مهتمين، لكن انا بتكلم على المدير الفني تحديدا لان هو اللي ليه او في ايده القرارات اللي بتتعلق بالمباراة سواء بقى كتشكيل سواء كسيناريو معين كتغييرات، كلها أمور في يد مستر بيتسو موسيماني اللي خلاص يعني خليني أقول لك يا محمد بقى ملم جدا جدا بكل إمكانيات فريق الدحيل، وفي خلال كلامه معانا يعني بيأكد دايما أن الفريق ده صعب مش سهل إطلاقا إطلاقا، فريق مميز جدا، فريق عنده عناصر على المستوى الفردي يعني مهاريا عالية قوي
تمام. فبالتالي هو عارف كويس باذن الله ازاي هيقابل فريق الدحيل وازاي باذن الله تعالى يتخطى هذه المباراه. لكن انا عايز اكد يا محمد لان دي نقطه مهمه قوي، المباراه غايه في الصعوبه. طيب أمير، مش في المتناول او مباراه مش سهله بالنسبه للنادي الاهلي يعني. اتفضل. طيب انت اتكلمت على الاجتماع الفني امتى والبرنامج لغايه موعد المباراه، لكن في جزئيه كمان عايز اطمن عليها من خلالك. اللاعبين داخل فندق الاقامه من خلال متابعتهم لفريق الدحيل ومن خلال اللقاءات اللي انت اجريتها مع عدد من اللاعبين وافراد الجهاز الفني حتى هذه اللحظات، ابرز تصريح او ما لمسته من تصريحات اللاعبين والجهاز الفني كحاله انت رصدها داخل المعسكر ومن خلال خبراتك بقى في سفرياتك مع البعثه خلال فترات سابقه، ايه الجديد اللي انت شايفه المره دي او التصريح اللي لفت انتباهك قبل مباراه الدحيل يوم الخميس ان شاء الله؟ أنا اللي عاجبني بصراحة محمد من خلال الكواليس بتاعت الفندق ومن خلال حديث اللاعبين مع بعضهم أو معانا كمان كبعثة إعلامية، محدش بيفكر فيما بعد مباراة الدحيل إلا بعد انتهاء مباراة الدحيل، يعني محدش بيتكلم في إحنا ممكن هنقابل مين أو مين مستنينا في نص النهائي أو كمان ده، الموضوع ده مش بنسمعه خالص هنا في مقر الإقامة في الحقيقة، الكل بيفكر بس إزاي تكسب الدحيل، إزاي تلعب مباراة كبيرة، إزاي تسعد جماهير الاهلي اللي استقبلت الفريق هنا احسن استقبال في الحقيقه، ولغايه دلوقتي دايما بيتواصلوا معانا من خارج مقر الاقامه طبعا وبيطمنوا على الفرقه وبيقولوا للناس وبيقولوا للبعثه وبيقولوا للاعبين ان احنا في ظهركم وهنبقى موجودين في ملعب المباراه وهنشجعكم وهنسندكم بكل قوه يعني. فدي حاجه جيده جدا يا محمد ان ما حدش بيتكلم خالص غير على الدحيل فقط ليس الا، ما فيش تطرق لاي امر خالص، وده انا فعلا لمسته من خلال احاديثي مع اللاعبين ومع اعضاء الجهاز الفني، وفي الحقيقه ده كان مطلوب جدا لان احنا دايما ممكن بيبقى عندنا امنيات وطموح كبير، لان طبعا طبيعي جماهير النادي الاهلي اللي بيشجع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده نادي كبير جدا، طبيعي جدا انه يكون بيفكر في يعني نقاط بعيده في البطولات المختلفه حتى لو هي كاس العالم للانديه والمنافسه فيها صعبه للغايه، لكن الواقعية هي الأنسب خلال الفترة الحالية. الواقعية بتقول إيه؟ بتقول إن أنت عندك ماتش يوم الخميس مع الدحيل، لازم تكسب بإذن الله تعالى، ربنا يكون موفقك وتكسب، هتعمل كل اللي عليك وهتعمل المجهود اللي عليك، بعد المباراة دي بقى تفكر في الخطوة اللي بعديها. فده أمر في الحقيقة إيجابي أنا لمسه بشكل كبير هنا يا محمد. أكيد. أمير هشام موفد قناة الأهلي من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإيضاحات، ونتمنى يا رب التوفيق للفريق بالكامل بإذن الله في مباراته بعد غد أمام فريق الدحيل. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال باقي فقره الاخبار والحديث عن معسكر فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الدحيل. طبعا عندنا مجموعه من التصريحات والاخبار المتعلقه بالبعثه هناك وقبل موعد المباراه ب 48 ساعه. بيتس موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي لفريق النادي الاهلي اتكلم النهارده على استعداده لمباراه الدحيل وقال كلام مهم جدا. اولا اعرب عن فخره وسعادته الكبيره بالعمل داخل النادي الاهلي نادي القرن برئاسه اسطوره الكره الافريقيه الكابتن محمود الخطيب، وقال أشعر براحة شديدة جدا في التعامل مع الكابتن بيبو، هو يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل كبير، ووجوده على رأس البعثة هنا في المشاركة في المونديال بالتأكيد بيدينا دفعة قوية جدا، وفي نفس الوقت بيحملنا مسؤولية لإقامة مباريات على أعلى مستوى من أجل التأهل والحصول على مركز جيد في كأس العالم للأندية، وده بيدينا دافع لتحقيق انتصارات في المباريات القادمة. كمان أضاف إن نقطة مهمة جدا، قال رغم إن الكابتن محمود الخطيب نجم كبير وقروي رائع لكنه لا يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية ويتعامل معنا بشكل احترافي. طبعا دي مدرسة النادي الأهلي على مدار العصور، يعني أيام الكابتن حسن حمدي وأيام الكابتن صالح سليم والكابتن عبد الصالح الوحش، على مدار السنين اللي فاتت كلها دائما بيكون في استقلالية لعمل الجهاز الفني، وده النهارده بيتسو معنا إنه يتكلم في هذه الجزئية، هو شايف في مؤسسة ومدرسة جيدة جدا في الإدارة داخل النادي الأهلي من أجل استكمال مسيرة البطولات خلال الفترة اللي جاية. قال بإذن الله سنسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في هذه البطولة، والمباراة الأولى أمام فريق الدحيل سنسعى بكل قوة للانتصار والتأهل للمباراة الثانية. طيب الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق عشان يطمئن منه على حاله اللاعبين قبل مباراه يوم الخميس، كان في كلام في اصابه محمد هاني وحسين الشحات لكن الحمد لله خلال الساعات الاخيره اطمئنينا على حالتهم وجاهزيتهم لمباراه يوم الخميس. ايضا كمان في مجموعه
موجودة خارج القائمة الرئيسية زي وليد سليمان، محمود وحيد، حمزة علاء. ووليد سليمان بيقترب بشكل كبير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية بعد كأس العالم للأندية للدخول في المران الجماعي والتواجد مع الفريق في المباريات الفترة اللي جاية. عندي بقى خبر يمكن شرحت هذه الجزئية في التغطية الخاصة يوم سفر الفريق، لكن عايز أكد عليها لأن كأس العالم للأندية في تفاصيل معينة مرتبطة بالتغييرات والتبديلات اللي هتتم خلال المباراة. الكابتن سيد قال ان الفريق بالتاكيد استلم كل اللوائح المنظمه لبطوله كاس العالم للانديه. طيب في هذه البطوله زي كل البطولات انت عندك 5 تغييرات، ده طبعا طبقا للبروتوكول اللي اقره مجلس الايفاف في الاتحاد الدولي عشان ظروف الكورونا. بدل ما كان في 3 تغييرات فقط لا بقت 5 تغييرات، وده بيتم حتى في الدوري المصري خلال الفترات السابقه وفي بطولات افريقيه، لكن الخمس تغييرات بتتم طبعا في خلال 3 توقفات فقط. الجديد بقى في هذه البطوله ان المباراه، يعني مثلا ادي مثال مباراه الدحيل والاهلي يوم الخميس، المباراه في وقتها الاصلي 90 دقيقه، اذا انتهت بالتعادل السلبي او الايجابي هتلعب وقت اضافي. طيب لما تلعب وقت اضافي هيكون متاح ليك تعمل تغيير سادس، ده بقى الجديد في هذه البطوله. يعني انت الخمس تغييرات في الوقت الاصلي، لو رحت للاكسترا تايم في مباراه الدحيل والاهلي هيبقى عندك الفرصه انك تعمل تغيير سادس عشان هتلعب 30 دقيقه على الشوطين. في تغيير سابع بس نتمنى ما يكونش فيه ان شاء الله باذن الله لا للاهلي ولا الدحيل، لان التغيير السابع ده بيتم بسبب حاله الارتجاج اللي بيتعرض لها اي لاعب بسبب الاصابه الخطيره في الملعب، وده بيكون من خلال الطبيب الفيفا اللي موجود في ارضيه الملعب مع طبيب الفريق المعني بالاصابه. ده الاجراءات اللي هتتم في مباريات كاس العالم للانديه، واديتكم مثال على اللي هيحصل في مباراه الدحيل والاهلي يوم الخميس الجاي. 5 تغييرات، تغيير سادس لو لعبنا اكسترا تايم، تغيير سابع لا قدر الله في حاله الارتجاج بالمخ او الاصابه الخطيره في الوقت الاضافي في المباراه. قلت قبل كده ان الاكسترا تايم موجود بس في المباريات المؤهله للادوار التاليه، يعني مباراه تجريس المكسيكي مع اولسان هونداي الكوري هيكون فيها اكسترا تايم، مباراه الدحيل والاهلي هيكون فيها اكسترا تايم، مباراه النصف النهائي سواء مع بايرن ميونخ او بالميراس البرازيلي هيكون فيها اكسترا تايم بالاضافه الى المباراه النهائيه. مباراتين فقط ما فيهمش وقت اضافي، هي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ومباراة تحديد المركز الخامس والسادس. 90 دقيقة إذا حصل تعادل تروح مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، ما فيش فيها إكسترا تايم عشان دي مباراة تحديد مركز مش مباراة مؤهلة للأدوار التالية. ودي كلها تفاصيل موجودة بالتأكيد مع الجهاز الإداري، وده شرحه تم شرحه في ورش العمل اللي تمت خلال الفترات الأخيرة. طيب النهارده احنا بنتكلم في الثلاث والمباراه يوم الخميس، ففي خلال ال 48 ساعه الاخيره ديت احنا بنتكلم على ملحمه كبيره جدا لجماهير النادي الاهلي في المونديال للحصول على تذاكر المباراه بعد حجزها من خلال سيستم الاونلاين للاتحاد الدولي فيفا، وبيتم استلام التذاكر خلال اللحظات اللي بكلمكم فيها دلوقتي، وعلى اساسها وانت بتستلم التذكره بتعمل مسحه طبيه عشان الحاله الطبيه باذن الله في المباراه يوم الخميس القادم، عشان كل الناس اللي هتكون موجوده في المباراه تكون ان شاء الله باذن الله ما عندهاش اي مؤشرات للاصابه بفيروس كورونا. قدامكم هذه اللقطات الحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي من كاس العالم للانديه، الجماهير موجوده في قاعه المؤتمرات عشان استلام التذاكر، بتجري مسحه طبيه ايضا كمان عشان لما تيجي تدخل المباراه تكون كل اجراءاتك مظبوطه. عايز اقول لكم يعني حضور كبير جدا لجماهير النادي الاهلي، وزي ما انتم شايفين الجمهور خلاص بعد ما استلم التذكره وعمل المسحه وهيعرف النتيجه بالتاكيد ان شاء الله يكون الجمهور الاهلي موجود وجاهز لمباراه يوم الخميس باذن الله. عايز اكد كمان على جزئيه مهمه جدا، اي شخص تعرض للاصابه بفيروس كورونا وحجز تذكرته مش هيعمل المسحه. اي شخص خد اللقاح طبعا لفيروس كورونا وخد التطعيم لفيروس كورونا وحجز التذكره يقدر يدخل الماتش من غير ما يعمل المسحه، المسحه بس للاشخاص اللي هم لم يتعرضوا للاصابه بفيروس كورونا من قبل او اللي ما خدوش التطعيم او اللقاح في هذه الاصابه او هذا الفيروس. اجراءات طبيه على اعلى مستوى بتتم في هذا الشان، والتذاكر الحمد لله يمكن نقدر نقول بنسبه 100% نفذت بالكامل. ورغم ان الساعه هتكون في مباراه الدحيل والاهلي على استاد المدينه التعليميه حوالي 13600 متفرج، لكن من المتوقع ان شاء الله ان جمهور الاهلي في هذه المباراه قد يتخطى العدد، في حضور بنتكلم في حضور مثلا 10000 او اكثر قليلا، وان شاء الله باذن الله يكون في عدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي في كل المباريات. بخلاف هذه المباراه في جمهور حجز حتى كمان مباريات اخرى بس بينتظر ان شاء الله تاهل الاهلي للادوار التاليه عشان يكون في حضور جماهيري في كل المباريات ومؤازره الاهلي في هذه البطوله الكبيرة. عايز أأكد كمان على جزئية تانية مهمة جداً.
كاس العالم للانديه نظرا لوجود الاهلي الناس حاسه ان في اجواء كبيره للمونديال. بالمناسبه والله مش بقول الكلام ده عشان احنا في قناه الاهلي او بننتمي للنادي الاهلي، انا بتكلم بامانه. بطوله كاس العالم للانديه مرتبطه بحدثين، والفيفا نفسه لاحظ ده من خلال التعامل في سيستم التذاكر او حتى المتابعه الاعلاميه والمتابعه الجماهيريه. البطوله لما بتكون في اليابان اجواء البطوله بالنسبه للاوروبيين او حتى بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى مختلفه شويه. البطوله لما بيكون فيها النادي الاهلي بيبقى الحدث مختلف شويه والاهتمام الاعلامي والجماهيري بيكون كبير جدا. انتوا بتتكلموا في اجراءات احترازيه والتذاكر بالبلد يعني عليها خناقه بقالها اسبوع، لدرجه ان حتى الاتحاد الدولي فيفا لما كان بيطرح التذاكر عبر السيستم ما كانش بيطرحها في مره واحده، لا كان بيفتح السيستم كام ساعه ويغلق السيستم من تاني ويدي مساحه لليوم التالي وهكذا. الكلام ده حصل على مدار الاسبوع الماضي لانه عارف لو فتح السيستم وسابه ساعه واحده مش هيلاقي ولا تذكره. وكلنا شفنا مباريات السوبر لما الاهلي كان بيروح الامارات التذاكر مجرد ما بتتفتح مفيش خلاص في ظرف في نفس اليوم تذاكر بتخلص. ان شاء الله باذن الله تكون المباريات فيها تشجيع كبير والاهلي باذن الله يلعب وكانه موجود في استاد القاهره الدولي. عايز اكد كمان ان شاء الله بكره الاجتماع الفني، والحمد لله احنا بالامس كان لنا السبق لما شرحنا تفاصيل الاجتماع الفني والامور التنظيميه والمعدل الزمني لكل فريق قبل ركله البدايه وبدايه المباراه، وفي نفس الوقت كمان الزي الرسمي للفريق الدحيل او فريق الاهلي، وكل الامور دي الحمد لله شرحناها خلال الفتره الاخيره. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي فقرات برنامج الترند. طيب في هذه الاثناء طبعا معانا مداخله مهمه جدا، لان مجرد ما اقول بعض الكلمات في بدايه هذا الحديث الناس هتعرف اقصد مين وهيكون معايا مين. كنت اتمنى التعليق على مباريات دوري ابطال افريقيا وما اجملها لما ابدا التعليق على مباريات الاهلي. طريق الاهلي معروف، طريق الاهلي مليء بالانجازات والبطولات التاسعه بتوقيت الاهلي. معي على الهاتف المعلق العماني خليل البلوشي. استاذ خليل اهلا بيك وبرحب بيك على شاشه قناه الاهلي. مرحبا فيك محمد، نرحب فيك وبكل متابعين تلفزيون الاهلي وكل متابعين برنامجك ترند. وانا سعيد جدا حقيقه، يعني انا طلعت على بوابه افريقيا من النادي الاهلي واليوم اطلع على الجماهير المصريه لاول مره في مداخله تلفزيونيه من خلال تلفزيون الاهلي، فانا سعيد جدا بهذا التقدير يا حبيبي. احنا سعداء بوجودك معانا وشرف كبير، لان بالتاكيد المعلق خليل البلوشي كابتن خليل لما بيعلق على مباراه الاهلي بنشعر وكانه واحد مننا، بل بالفعل هو واحد مننا. التاسعه بتوقيت الاهلي وطريق البطولات معروف هو طريق الاهلي. معنى هذا الكلام والبدايه القويه مع تعليقك على المباريات في البدايه لمستها ازاي وردود افعال الجماهير معاك؟ والله يشوف اولا يعني مثل ما كان يعرف البعض ان دائما كانت البطولات الافريقيه يعني كان لها اولويه ان المعلقين الافارقه هم اللي يعلقون علينا، العرب الافارقه هم اللي كانوا يعلقوا دائما على البطولات الافريقيه سواء الكونفدراليه او حتى بطوله دوري ابطال افريقيا. تمام. الموسم الماضي صارت بعض التغييرات بحكم دخول المعلق الخليجي للمره الاولى على المسابقات الافريقيه. هذا امر اسعدنا احنا كمعلقين، لكن المفاجأة اللي أنا استقبلتها هو خبر أني راح أعلق على مباراة الأهلي والنجم الساحل. بالضبط. محمد يعني يمكن أنت والجماهير الأهلاوية تعرفون أن توقيت المباراة يومها الأهلي وضعيته كانت صعبة جدا على مستوى الدوري، على مستوى البطولة بالنفس، في جدول الترتيب الأداء اللي كان يقدمه ما كان بالصورة المطلوبة، الأهلي كان مهدد بالخروج من دوري أبطال أفريقيا، من دوري المجموعات، يعني كثير من الامور اللي كانت موجوده في ذلك التوقيت ما كانت فيها نبره تفاؤل بالنسبه للجماهير الاهلاويه بحكم ان الفريق والنتائج اللي كان يحققها ما كانت مرضيه وقت مباراه النجم. لما جيت انا اعلق على المباراه بعد الشوط الاول الوضعيه كانت مريحه جدا. دائما في مرحله انتقاليه على مستوى الفرق الكبيره في العالم، كل العالم يعني الفرق اللي لها مكانتها، لها هيبتها، لها تاريخها، لها حضورها، دائما لها في 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 لحظه تشعر بانها هي اللحظه اللي ممكن يرجع فيها الفريق، تحس انها هي اللحظه اللي ممكن يعدي فيها الفريق. وقت هدف اجاي انا لا شعوريا انا حسيت فعلا ان هذا الهدف هو اللي راح ينقل الاهلي من المرحله السيئه اللي كان فيها الى مرحله اخرى جديده ممكن من خلالها الاهلي يعود الى وضعه الطبيعي ويعود الى مكانته الطبيعيه. فلا اراديا معي خرجت كلمة التاسعة بتوقيت الأهلي
كانذار ممكن او حتى كنبره تفاؤل بالنسبه لي انا شخصيا ان الاهلي ممكن يذهب بعيد وبعيد جدا في هذه البطوله، وهذا ما تحقق ولله الحمد مع نهايه الموسم افريقيا ودوري وسوبر، وان شاء الله الجاي اجمل ان شاء الله. وهو بالفعل حتى لما البعثه وصلت لكاس العالم للانديه وفي توقيت الوصول الناس ربطتها حتى في توقيت الوصول قالت التسعة بتوقيت الأهلي اللي كانت الساعة 8 حتى بتوقيت القاهرة، فخلاص أصبحت يعني جملة ثابتة مع كل جماهير النادي الأهلي يا كابتن خليل. أكيد بتسعد بده كمان. العمل وإيه والفيديوهات اللي شفتها واللي انتشرت والحاجات الميكس اللي اتعملت هذه صراحة أنا تفاجأت فيها وسعيد جدا فيها حقيقة. كمية التفاعل من الجمهور الأهلي محمد، عظمة الجماهير تخرج في مثل هذا التوقيت. لما نتكلم احنا عن جماهيريه طاغيه سواء على مستوى مصر او حتى على مستوى الوطن العربي، لما نتكلم عن حضور كبير، لما نتكلم عن تاثير، انا بالنسبه لي الجمهور الاهلي مرحله انتقاليه في حياتي في مشواري التعليقي. الله. بالنسبه لي الجماهير هذه مرحله انتقاليه، نقلت خليل من مكان الى مكان اخر على مستوى التعليق، رفعت من طموحاتي، علت السقف عندي انا. تستحقها كابتن خليل، كم اكثر في شغلي يعني. تستحقها. ما اسمعك يا محمد. بقول لك تستحقها هذه النقله، بالتاكيد تستحق الله ذلك. خير بالعكس يا حبيبي والله، وانا اتشرف مثل ما قلت لك، هذه الامور حققت بالنسبه لي يعني نقله نوعيه في مسيرتي، وانا اتشرف ب وقلت لك هذا تاثير الجمهور الكبير، هذا تاثير الجماهيريه الطاغيه بالنسبه للاهلي على مستوى سواء داخل مصر او حتى خارج مصر، واحنا نعرف ما شاء الله ان الاهلي امتد يعني سواء داخل القاره او حتى خارج القاره ليكون واحد من اعظم انديه العالم عبر كل التاريخ. طيب مباراه الدحيل والاهلي يوم الخميس، وهيكون لحضرتك بالتاكيد شرف في التعليق على هذه المباراه، واحنا كجماهير اهلاويه بالتاكيد هنبقى سعداء كجماهير واعلام بمتابعتك في تعليقك على هذه المباراه. كيف ترى هذه المباراه وبالتاكيد بتستعد لها من هذه اللحظات، وعندك اكيد بقى كلام كتير في مباراه كبيره يوم الخميس باذن الله؟ هو ان شاء الله الحدث يفرض نفسه محمد، بس انا اقول لكم حاجه على الدحيل، انتوا تعرفوا الاهلي وكلنا نعرف الاهلي ها؟ اكيد. بس انا اقول لكم حاجه على الدحيل. اتفضل. اي انا اتمنى ان حتى الاحساس هذا ما يوصل لجماهير النادي او عفوا للاعيبه النادي الاهلي ان المباراه ممكن تكون سهله. اطلاقا صح مظبوط. دحيل الفتره الاخيره دحيل تحسن مستواه على بطوله الدوري بشكل كبير، تعاقد مع مجموعه من اللاعبين، عزز صفوفه باكثر من لاعب، جاب هداف الدوري الياباني وفي اول ماتش لي في الدوري عمل هاتريك، وواحد من الاسماء الكويسه جدا يعني. ففرقة دحيل ككواليتي لاعبة ممتازين، عندهم أكثر من لاعب موجودين في منتخب قطر، غير اللاعبة المحترفين عندهم يعني كواليتي عالي شوي، فراح تكون مباراة صعبة. أنا تكلمت مبارح مع أحد المواقع في القاهرة، قلت كعب الأهلي أعلى حتى ولو كانت المباراة على أرض دحيل وما بين جمهوره، كعب الأهلي أعلى لأن الأهلي هو كمان راح يلعب ما بين جمهوره في قطر، جماهير ما شاء الله موجودة، وشفتوا الاستقبال كيف كان في المطار، وشفتوا الجماهير كيف كانت موجودة، والإقبال على شراء التذاكر كبير وكبير جدا. فجماهير الأهلي أنا أعتقد شخصيا أنها راح تكون أكبر من جمهور دحيل في المدرج. غير كذا الأهلي كعبه أعلى بحكم خبرته في المشاركات الخارجية، استمراريته وتواجده في بطولات كأس العالم، الأرقام القياسية اللي سبق ونحققها، طموحه اللي موجود عنده من خلال المشاركة، يعلم تماما الأهلي أن مجرد خروجه أمام الدحيل راح يكون هذا بمثابة إخفاق، وبالتالي هو يطمح لأن يصل إلى ما هو أبعد. اليوم أنا قابلت كم واحد من جمهور الأهلي عندهم نبرة تفاؤل أن ممكن الأهلي يتجاوز بايرن ميونخ حتى في الدور نصف النهائي، ولو أن الأمر صعب جدا، لكن مباراة الدحيل أنا أشوفها ممكن تكون فيها كفة الأهلي أرجح، لكن بغض النظر عن كل شيء المباراه راح تكون صعبه على ارض الملعب وعلى ارض الواقع. النسب متساويه 50 50 فعلا يا كابتن خليل. صحيح مثل ما قلت لك، هذه الدافع ايضا، تعرف انت دائما الفريق اللي يلعب على ارضه دائما يحب انه يعمل حاجه حلوه يعني على اساس المسؤولين والناس اللي موجودين، فبالتالي هذه دافع ايضا. شفنا تصريحات لعيبه الدحيل ان احنا قادرين على تجاوز الاهلي ونعمل على ذلك، وغيرها من كل هذه الامور، امور تحفيزيه. لكن ايضا في كم لاعب في الاهلي ممكن يعني جزئيات بسيطه يتحسم عليها الماتش، افشه على سوليه على يعني
معلول، هذه الاسماء اللي ممكن نشوفها يكون لها يعني حضور اكبر ان شاء الله باذن الله، ونشوف الاهلي في نصف النهائي. المعلق الرياضي الشهير الكابتن خليل بلوشي، انا سعيد جدا بمداخلتك، وبالتاكيد بنسعد بوجودك دايما معانا عبر شاشه قناه النادي الاهلي، وجماهير النادي الاهلي بالتاكيد سعيده بتعليقك، وان شاء الله باذن الله يكون لك متابعين كبار بالتاكيد يوم الخميس في مباراه الدحيل والاهلي باذن الله. شكرا جزيلا للكابتن خليل بلوشي المعلق العماني في تعليقه بالتاكيد على مباراه يوم الخميس، كل بينتظره، وكان معلق متميز جدا في المباريات الافريقيه، وقال كلام مهم جدا في تعليقه، كانت النقطه البارزه هي 9 بتوقيت الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد، سريعا عشان وقتنا، يمكن معايا فيديو مهم جدا. توماس ملابو المذيع في سبورت الجنوب افريقيه وشبكه اس اي بي سي كان عنده لقطه مهمه جدا عايز يتكلم عليها بمناسبه ان الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه، متابع. I just want to say thank you very much to the man who sent us this all the way from Egypt. Coach Pizzo, thank you guys. You've all got them, right? So let's just show people what we got. Yeah! Al Ali shirts. Coach, we were the last show that you came to before you went to Egypt, and thank you for remembering us. It's a special gift. We appreciate it. طبعا لقطة مميزة جدا، الكوتش بيتسو ادى او اهدى الاعلام في جنوب افريقيا التيشيرت الخاص بالنادي الاهلي، وده كان اخر لقاء ليه اجراه مع هذه الشبكة قبل وجوده مع النادي الاهلي. لكن سريعا اخد اراء سريعة من مشاركات الجماهير على مباراة لن ينسوها في مشاركات الاهلي في كاس العالم للاندية. علاء سعد بيقول الاهلي وانترناسيونال يعتبر اقوى ماتش قدمناه في البطوله. مصطفى كرم بيقول الاهلي وانترناسيونال رغم الخساره بس عملنا مباراه كبيره. طبعا كانت هذه المباراه مباراه كبيره جدا، والاهلي كان الاحق في التاهل الى المباراه النهائيه. في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.